انا دابا كيدخلوا عندي في القسم 30 20 كنسجلها، وكنتمو غادي مع السنه كل نهار يبان لك واحد نقص بحال ديك الدجاجه اللي كيدي ليها الطير وليداتها. كانوا طلبة والدينا ولن ما قروناش مشاو لعبد الله، وحنا بقينا مضمغين. مثلا من الابتدائي كيطلعوا للاعدادي، نعم الدري كيقول لك ما بقاش بغا يقرا، ما بقاش بغا يقرا، ولكن كتجي تشوف الاسباب، الاسباب ديالو كتلقى داك الدري تدعق، يعني نعم. تدعق بالطريق، تدعق بشحال من حاجه. راه خاصنا الدراري على كل حال يبقاو في المدرسه، لان المكان الطبيعي ديالهم هو المدرسه.